بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الافاضل مرحبا، تحيه اخويه لكل المشاهدين الكرام المحترمين في كل مكان، والتحيه الخاصه طبعا يجب ان نبداها اليوم لاخواننا وابنائنا الفلسطينيين المرابطين في القدس وفي غزه والضفه وفي كل الاراضي الفلسطينيه المحتله. اولئك الذين كنا نتمنى ان نهنئهم اليوم بالعيد في هذه الليله المباركه، لكننا نجد انفسنا نهنئهم على صمودهم، نهنئهم على ثباتهم، نهنئهم على إصرارهم وعلى صبرهم على العدوان، ونجد أنفسنا أيضا نعزي أنفسنا بدلا من أن نعزيهم في شهدائهم، لأن العزاء عادة في مثل هكذا ظروف يكون لأصحاب القلوب والضمائر الميتة وليس لأهالي الشهداء الذين سيستمرون أحياء عند ربهم يرزقون. طبعا إلى كل إخواننا الفلسطينيين يجب أن يعلموا بأنهم هم الحب، يجب أن يعلموا بأننا نفرح معهم ونهنئهم، ويجب عند الضرورة، ويجب أن يعلموا بأنهم الشهامة والرجولة والبطولة، ويعلموا بأن الكثير من أحرار العالم يتمنون أن يكونوا في أماكنهم اليوم، لكنهم يقفون معهم بقلوبهم وعقولهم وألسنتهم وأقلامهم، وذلك أضعف الإيمان. طبعا عيدكم سيأتي، أو بالأحرى عيدنا سيأتي يوما لا محالة، ونفرح معكم ونهنئكم، فصبرا آل فلسطين، إن موعدكم النصر لأنكم أصحاب الحق. وحدتم كل الأحرار في العالم وجعلتم الأقصى مسجدنا والقدس عاصمتنا وفلسطين بلادنا وقضيتنا، وعدتم لنا كرامتنا المفقودة طبعا بصمودكم. الله معكم، بل الله معنا، لأننا نحن من نحتاج إلى العطف والدعم حتى ننهض من سباتنا. مرحبا مجددا عشاق الميلان وعشاق متعة الدوري الإيطالي الذي يستمر رغم إعلان الإنتر بطلا قبل